طيب طلعوا هلا هون ايش بتشوفوا؟ هلا هذا عندي كيو ان وكيو اوت، مين الكيو ان؟ منطقا مين لازم يكون كيو ان من هذول؟ ستيب فانكشن مش هيك؟ فشو عملنا احنا؟ التايم 0 التايم 1 عفوا التايم 0 ستيب اشتغلت التايم 1 بدل بامب فجاه اشتغلت كانت 0 بتضخ 0 صارت تضخ 25 سنتيمتر مكعب بالثانيه. هاي ستيب فانكشن عندي من هون. بالبدايه طبعا الهايت قديش كان في التانك؟ زيرو، فقديش كان الاوتبوت فلو؟ ما كانش يطلع شيء. بدا شوي شوي يتعبى التانك، كل ما تعبى اكثر ايش عم بيصير بالاوتبوت فلو؟ لكن هون بدا يقترب من هلا قديش صار الفرق بين الانبوت فلو والاوتبوت فلو؟ زيرو. الفرق بينهم زيرو، فوصلنا ستيدي ستيت كونديشن، بس هذا صار عند اي نقطة؟ عند اتش بتساوي 0.1. فاستقر التانك، فلو احنا بنراقب التانك راح نشوفه بيرتفع بالبدايه بسرعه بيرتفع. بعدين بصير ابطا ابطا، واضح انه عندي تايم كونستنت هون، انا حتى حبيت احط التايم سلايس هون صغيره عشان تشوفوا شكله ما بيختلف كثير عن فيرست اوردر سيستم. اوكي مش مبين النون لينيرتي زي عند مالك نفس الشيء. يمكن يكون الديفيشنز اللي احنا عم نعملها هون مش كبيره كثير، تقريبا الخط عند الاوريجن بيشبه خط مستقيم. بس هذا هي هون انا عملت، هلا انا هذا السيستم ما بقدر اعمل له ترانسفير فانكشن. إذا ما عملت له لينيرايزيشن ما بقدر أعمل له ترانسفير فانكشن، مظبوط واضح؟ لازم إني أعمل له لينيرايزيشن حتى أقدر أعمل له ترانسفير فانكشن وأحلله وأطلع أشياء مختلفة فيه، لكن على الأقل هون أنا بإمكاني باستعمال النون لينير فانكشن إني أعمل له سيميليشن، هي واضح ارتفاع التانك من هون، لو غيرت الآن فجأة مثلا البامبينج طفيته مثلا راح ألاقي هذا رد نزل بنفس التايم كونستنت وهون في تايم كونستنت، قديش تقديرا التايم كونستنت؟ خلينا نقدره تقدير نقيسه قياس. إيش بنعرف التايم كونستنت؟ سأوصل مثلا 67% من الفاينل فاليو، ايش رايكم نستعمل هذا؟ خلينا نكبر هاي شوي عشان نقدر نقيسه. ف 67% من الفاينل فاليو راح تكون تقريبا هون مش هيك؟ اللي هي هاي. راح اعمل زوم من 20 ل 0 على الاكس اكسس. ليش ايش؟ بدي اعمل زوم على الفترة هاي عشان اقدر اقيس ال 67 ايش 63 عفوا. ايش 63% من الفاينل فاليو؟ اللي هي التايم كونستنت مش هيك؟ احد تعريفات التايم كونستنت انه قديش باخذ وقت حتى يوصل 63% من الفاينل فاليو، الفاينل فاليو 0.1 تقريبا. وين صار 63%؟ تقريبا عند ال 14 تقريبا هون مش هيك؟ وين 63%؟ تقريبا ها؟ بس انا ما بديت من زيرو، بدينا واحد واحد لا تقريبا 13.5 13.5 ناقص واحد شو اعطيني؟ هذا السيستم كانه له تايم كونستنت 12.5 انا ما طلعته هذا من ترانسفير فانكشن طلعته مانيولي بايدي اوكي بس هذا بيشبه لحد كبير فيرست اوردر سيستم مضبوط